يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية فهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات في جمهورية مصر العربية: القاهرة 25-14، الإسكندرية 22-14، مطروح 21-13، بورسعيد 21-13، الإسماعيلية 25-13، ونتحول إلى السويس 25-14، العريش 20-11، طابة 23-16، شرم الشيخ 26-18، الغردقة 25-16، الأقصر 32-18، أسوان 33-19، الوادي الجديد 31-17، شلاتين 28-17، وحلايب 27-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.